السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. وأستمنح الله تعالى رضوانا يقص العطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع وموالاه. به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاة. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطهر اللهم قبره الكريم بعرض شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.